أهلا وسهلا فيكم في بودكاست يعني. يعني هو كتاب قصص مصورة بيحكي بكل جزء فيه عن موضوع من مواضيع تعزيز الصمود المجتمعي، وبمناسبة إصدار النسخة السادسة من الكتاب باسم يعني لمناهضة العنف، عملنا هذا البودكاست لنستضيف الفنانين اللي رسموا وكتبوا القصص الموجودة فيه. فأنا محمد جراد، ويلا نبلش ببودكاست يعني لمناهضة العنف. واليوم معنا، أو بالحلقة هاي معنا، بتول محيسن. مرحبا بتول. يا هلا، كيف حالك؟ تمام الحمد لله، أنت كيفك؟ تمام الحمد لله. قبل ما نبلش هيك أحكي لي عن مشاعرك في اللحظة الحالية. مرتاحة مبسوطة، لما شفت الكوميك ورق كان شعور جدا مختلف، فمتحمسة للي جاي وبتمنى أنها تعمل تغيير. جميل إن شاء الله. طيب بتول، عارفين من عنك، حكي لنا أكثر عنك. عطينا هيك نبذة. بتول محيسن، درست جرافيك ديزاين، اشتغل في مجال الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومدربة كمان للشباب. ودرست جرافيك ديزاين لأني بحب الفن، معتبرة أنه الفن وسيلة أعبر فيها عن قضايا مجتمعية كتير مهمة، ومنها الأشخاص ذوي الإعاقة. جميل، عظيم عظيم جدا. طيب شو اللي خلاكي تكوني جزء من صناعة هذا الكتاب؟ الفن أنواع كتير، والرسم كتير ممكن تطلع فيه مشاعر، والكوميك هاي تقريبا أول كوميك عربية أردنية، فأكيد كنت حابة أخوض التجربة. عظيم عظيم عظيم. طب كيف أثرت عليك هاي الفرصة؟ لأن أنت دائما تحكي عن هي فرصة. كيف أثرت عليك هاي الفرصة؟ وعن جد لما أنت كنت بتكتبي وبتنتجي هذا المحتوى، شو كانت مشاعرك تجاهه؟ أو إيشي شو أثر عليكي وشو مشاعرك وإنت؟ شو أثر علي؟ تعلمت أكتر إني أعمل إشي مناسب لكل الفئات العمرية، لكل الشرائح المجتمعية، إشي بسيط بس أنا بعتبره ينكش مخ الناس أو يخلي الناس تفكر بطريقة مختلفة عن طريق مشهد بدها تشوفه. عظيم عظيم عظيم. وشو كانت المشاعر؟ كثير صراحة، كاس المشاعر كانت مليانة وقت الكوميك ومختلفة. بأولها بتبلش خوف، إنك أنت عم تحكي عن قضايا نحسها تقيل، يعني لما بتحكي عنف الناس بتحس الإشي كتير تقيل، فكيف أنت بدك تخلي العنف إشي توعوي بسيط الناس لما يعني تشوف المجلة تحس إنه لا، يتأثرت بطريقة إيجابية، فبتحس هذا الإشي شوي ريسك. تمام جميل. طب حكينا إنه، أو هلأ حكيت إنه أنت العنف بتشوفيه إشي هيك شوي كبير وصعب إنه نحوله لإشي توعوي. طب هذا السؤال أنا سألته وحسأله لكل شخص بيكون بعمل معه مقابلة، شو يعني عنف وجهة نظرك؟ هو أي سلوك بنعمله من دون ما نراعي الآخر. وجهة نظرك شو سبب هذا السلوك اللي بنعمله بدون؟ التنشئة، بحس إنه إحنا متربى بطريقة خاطئة، ما بيكونوا الأهالي واعيين إنه زي ما أنت موجود في غيرك في الحياة، فهذا بيأثر بعمل عنف وإحنا مش عارفين إنه عنف. قلة التوعية كمان. قلة التوعية. جميل. فيعني من أحد أهداف إنه إحنا أنتجنا هذا الكتاب إنه يا جماعة إحنا قاعدين من وعي عن العنف. طيب شو حكيتي بالضبط بالقصة وبالكتاب؟ حكيت قصة كرسي. بس إحنا كلنا بنقدر نتخيل حالنا جوا هذا الكرسي، مش بس الشخص ذوي الإعاقة، لأنه أنا هون عم بورجي مراحل حياتية مختلفة، وبنفس الوقت عم بورجي كيف ممكن ننزل من هذا الكرسي وننزل من هذه الفقاعة وننزل على الأرض ونكون مندمجين أكتر في المجتمع. شو الأنواع اللي ممكن يتعرض لها الشخص من أشخاص ذوي الإعاقة للعنف؟ التهميش، الشفقة، عدم الإيمان في القدرات، عدم وجود بيئة مهيئة. صراحة كثير لو بدي أعدلك. طب شو الأكتر مثلا؟ عدم وجود بيئة مهيئة. بيئة مش بس بنية تحتية، لأنه الناس لما نحكي بيئة مهيئة بيفكروا بس بنية تحتية، بيئة سلوكية. بيئة سلوكية. تمام. زي إيش السلوكيات اللي ممكن إحنا نتبعها ممكن نعتبرها، ممكن نعتبرها عنف للأشخاص ذوي الإعاقة وإحنا مو عارفين؟ يعني في كتير ناس وكتير أماكن ومرأة، أو يعني خلينا نكون صريحين، بيعملوا بس أشياء خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. هيك إحنا بنحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الدمج مثلا، هاي أشياء هيك بسيطة. طب إيش في كمان إيش تاني؟ مثلا عدم وجود بنية تحتية، فما في بيئة مهيئة، فالشخص ذوي الإعاقة كتير محروم من النشاطات ممكن يعيشها. هذا أحد التحديات. بالتعليم بالنسبة للأطفال، كثير في أطفال ذوي إعاقة بنحرمهم من التعليم. طيب كيف ممكن نحد من العنف اللي بيتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة؟ توعية، إحنا بحاجة
كم هائل من التوعية. طب كيف شكل التوعية ممكن يكون؟ جميع أشكال الفن ممكن نستخدم الكلام، قوة الكلمة. إحنا بحاجة نؤمن إنه قوة الكلمة ممكن تعمل تأثير. جميل. وبس إحنا يعني كمؤسسات مجتمع مدني لازم هي بس لحالها، ولا إيش في كمان مؤسسات ممكن نوعي من خلال؟ تعرف شغلة، هو واجب مجتمعي، يعني مش عند بتول بس لأن هي من الأشخاص ذوي إعاقة، ولا لمحمد لأنه بيشتغل بالعمل الشبابي، هي للكل. الكل ضمن الإشي اللي هو بيشتغل فيه، مثلا عندهم محلات لازم يعملوا رمبة للأشخاص ذوي إعاقة حركية، البنوك لازم يكون في عندهم مترجم إشارة. فهي أنت وين بتشتغل أفكر أنا في الأشخاص ذوي إعاقة ضمن نطاق شغلي. يعني مش بس كان عملهم تدريبات ومحاضرات وأشياء زي هيك، فهي لازم تكون من حياتنا العامة. بالضبط، دمج مجتمعي، لازم الأشخاص ذوي إعاقة يكونوا في كل المؤسسات. وطب وجهة نظرك إنه ليش يعني أشخاص ممكن تخاف أو أشخاص ما؟ لأنه يعني كلمة كتير بسيطة، لأنه إحنا ما بنعرف، إحنا بنخاف يعني نتعامل مع الآخر المختلف عنه. جميل. وفي حق كمان هون لازم أحكيه صراحة عن الأشخاص ذوي الإعاقة نفسهم، حضورهم في المجتمع مرات بيكون قليل، فهذا بيخلي الناس ما بتعرف. يعني أنا مثلاً ما بحس إنه أنا كل مرة لازم أكون في مكان أحكي عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وجودي لحاله ممكن يخلي الناس تفكرك. عظيم عظيم. طب بدنا نختم ب يعني كلمة أو إشي حابة تحكي للناس. ممكن هلا الوقت هذا كتير في عنف، في كتير أشكال للعنف، حدث ولا حرج من أشكال العنف. بس ممكن الإشي الأساسي إذا بدي أحكي للناس رسالة، أدير بالها على قوة كلامها. عظيم عظيم. دول محيسن، شكرا كثير إليك. شكرا كثير إليك، نورتينا وشرفتينا. نورك يسعد. وهيك إحنا بنكون خلصنا حلقة بودكاست يعني لمناهضة العنف. أنا كنت محمد جراد معكم، ونراكم في حلقات أخرى. سلام.